بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي من ستأنيف مع الصفحة رقم 138 138 أنو دو لاباج في أعلى الصفحة كما نلاحظ عندنا أجيغ. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب أجيغ، إن المقصود أنك تتصرف بشكل ما، أنك تبادر، أنك تتصرف، أنك تفعل شيئا، أنك تقول شيئا، المقصود أنك تتحرك. إذا نتكلم على الفيرب أجيغ كما نتكلم هنا عن المبادرة أو التصرف أو التحرك إلى غير ذلك، إذا أنك تقوم بشيء. في اللغة الفرنسية تستعمل الأفعال بشكل كبير كما تستعمل عندنا نحن المصادر. طبعا في اللغة الفرنسية تستعمل الأفعال بشكل كبير في هذا المجال. إذا نتكلم عن أجيغ كما نلاحظ هنا كعنوان، أجيغ كما قلنا هو فعل تصرف، نقول مثلا نوزاجيسون، نحن نتصرف أو أننا نبادر. إذا نتكلم على الفيرب أجيغ هنا يأتي كعنوان رغم أنه فعل، كما نقول التصرف أو كما نقول المبادرة pour réaliser des plantations، من أجل تحقيق des plantations، يعني كما نقول إنبات أو غرس. نتكلم مثلا أحيانا عن la plante، la plante يعني النبتة، la plante النبتة. هنا نتكلم عن plantation كما نتكلم عن عملية غرس، ومنها فعل planter. بلونتي يعني أنك تغرس. pour réaliser des plantations، من أجل تحقيق إنبات أو غرس. il me faut، يلزمني. نتكلم هنا عن le verbe falloir، قلنا le verbe falloir كما نتكلم عن يجب إلى غير ذلك. إذن il me faut يعني أنه يلزمني أو يجب علي أو يخصني أو ينقصني إلى غير ذلك. il me faut، il me faut quelques graines، بعض البذرات، بعض البذور كما نقول كيلكو غران، بعض البذور. مثلا لونتي، نتكلم عن عدس لونتي، اذا نتكلم عن عدس. ثم او بواشيش، او نتكلم عن حمص، او نتكلم عن حمص او بواشيش او اريكو. اذا نتكلم عن كيلكو غران دو لونتي او بيا كيلكو غران دي بواشيش او بيا كيلكو غران داريكو، نتكلم عن بعض حبات اللوبيا او بوا، أو نتكلم عن بوا، أحيانا نقول بتي بوا. الجلبان، جلبان، نقول جلبانة تسمى بوا، أو أحيانا نسمى بتي بوا. ثم يلزمني الموفوسي، الموفوسي طبعا عندنا هنا الموفو لازالت سلسلة مستمرة. دي كوتون، يخصني أيضا شيء من القطن، إذن علي أن أبحث عن شيء من القطن بعدما يكون عندي. بعض حبات هاد النباتات، ممكن أنه يكون عدس لونتي أو بيا بواشيش أو بواشيش، نتكلم عن حمص أو أغيكو. أغيكو يجب التفريق بين أغيكو وبين أبغيكو. أبغيكو يعني المشمش، هنا عندنا أغيكو. نتكلم هنا عن اللوبيا تسمى أغيكو. ثم أو بوا، أو بوا ماشي بواشيش، بواشيش يعني حمص، هنا بوا أو بيا بوتي بوا، إذا نتكلم عن الجلبان. ثم كما قلنا السلسلة لازالت مستمرة، بليس دي كوتون، دي كوتون ثم شيء من القطن أمبو، نتكلم عن قنينة بهذا الشكل أمبو. ثم دولو، دولو ثم شيء من الماء نبلل به، ثم نضع فيه هاد الحبوب، ثم نضع فيه شيء من هاد الحبوب، ثم نضعه في هاد الإناء الزجاجي أو البلاستيكي الشفاف. إذن أموا داجيغ، إذن إلي أنا لأبادر كما نلاحظون. أموا داجيغ، إلي أنا لأبادر. إذن كما نقول الكرات في سلتي، إذن علي أن أتحرك، علي أن أقوم بشيء. أموا داجيغ، ممكن أقول أتوا داجيغ، أتوا داجيغ، إليك أنت لتبادر. إذن هنا علي أنا أن أبادر بعدما بحثت عن حبوب عدس أو حمص أو لوبيا أو حبوب جلبان، ثم أنني أحضرت الماء والقطن ثم الإناء الشفاف. إذن إلي الآن لأبادر. Je place mes graines. Voilà, comme nous venons de le voir, voilà ce sont les graines. إذن طبعا أنا أختار واحدة من هاد لي غران، من هاد الحبوب. إذن
Je place, أنا أضع. Je place mes graines, أنا أضع الحبوب التي أحضرتها سواء كانت للحمص سواء كانت للعدس سواء كانت للوبة أو لأي نبتة أخرى. إذا je place mes graines, أنا أضع حبوبي dans un coton humide, يعني في قطنين humide كما نقول رطب. رطب المقصود أن مبلل. رطب يعني فيه رطوبة, المقصود أن فيه ماء. إذن هذا القطن سنبلله بالماء الذي أحضرناه, وبالتالي يصبح عندنا un coton humide, يصبح عندنا قطن مبلل أو قطن كما عندنا هنا رطب يعني في رطوبة. نتكلم أحيانا عن l'humidité يعني الرطوبة. l'humidité المقصود بها الرطوبة. إذا نتكلم عن un coton humide, إذا نتكلم عن قطن رطب. ثم je mets le coton dans un pot, إذا أنت تضع القطن في هذا البو. بعدما وضعت طبعا الحبوب في القطن, قبل ذلك أنت بللت القطن يعني جعلته رطبا. إذن je mets le coton dans un pot, un verre, يعني نتكلم عن إناء من زجاج. un pot, un verre, إذن نتكلم عن إناء من زجاج أو en plastique transparent, أو يكون من بلاستيك transparent يعني شفاف, يظهر ما بداخله, يظهر ما بداخله. إذا نتكلم عن إناء من بلاستيك شفاف, إذا أو أن بلاستيك ترانسبارون, أو يكون من بلاستيك ولكن يكون شفاف. أبخي جو بوز مون بو, جو بوز مون بو دون زان موندغوا شو, أنا أضع إنائي, أنا أضع إنائي كما نقول سواء كان من الزجاج أو كان من الزجاج أو من البلاستيك الشفاف. dans un endroit chaud, في مكان حار. dans un endroit chaud, في مكان حار, المقصود نتكلم عن مكان فيه شمس. إذا نتكلم عن مكان مشمس. je pose mon pot dans un endroit chaud, إذا أنا أضع إنائي في مكان حار, مكان فيه شمس مثلا, على عكس المكان البارد. voilà comment germe une graine, voilà comment germe une graine. Regardez là, comment germe une graine. طبعا نتكلم هنا عن الverb germer. germer هذا نقول عن النبات, يعني أنها تدفع وتخرج أوراقها. إذا هذا النبات كما نلاحظ أنه يدفع إلى الأعلى ثم يخرج أوراقه. إذا نتكلم عن الverb germer. إذا كما نلاحظ هنا, voilà, ها هو comment germe une graine, كيف تخرج أوراقها. une graine يعني بدرة, نتكلم عن بدرة. une graine بدرة, une graine بدرة. إذن ها هي كيف تخرج أوراقها البدرة. voilà comment germe une graine. إذن نتكلم هنا عن الverb germer, يجب إشارة هنا إلى فعل آخر اللي هو فعل déjermer. déjermer الverb déjermer مقصود بأنك تزيل الجراثيم. إذن نتكلم عن déjermer, أنك تزيل الجراثيم. هنا عندنا جيرمي وليس دي جيرمي. إذا نتكلم هنا عن voilà comment germe une graine, هكذا تنبت البذرة. كما واحد عندنا بذرة هنا عندما تمسها الرطوبة في مكان حار أنها تبدأ في إخراج أوراقها. إذا هذا فيما يخص الفقرة, حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.